بسم الله. العمليه اللي كتشوفوا قدامكم هي عمليه ديال ملء البضاندق. حنا غنديروا بالدارجه، هي عمليه تعمار. عمليه تعمار كيكون عمار خاص بها. اول حاجه كنشترطوا فيه هو يكون امين. اننا حنا كنقولوا في هذا الفن ديال التبوريده كنقولوا بان عمر الركاب، ذاك الركاب العمر ديالو ومقيد بالعمار، لانه ولا بغى يغشو ولا بغى يدير ليه شي حاجه ماشي هذه كيضاوب ليه عماره ولا ما يصاوبش ليه المكحله ديالو ولا شي حاجه، اما تضربه اما تفرقع. ولكن لله الحمد والمنه دابا المكاحل ولاو مزيانات، ولا جعب مزيان، جعب صحيح. يعني كاين حتى جعب اوتوريزي انه سيني من عند الدوله. العمليه كتمر انه الانسان اللي فيه الثقه كيشد كيعمر العمار، والاخر كنسموه التهباط، كيهبط المكحله، يسخن الساق بمدك رقيق ويزيد عندك الغليظ يهبطها مزيان، صاب البزبوز عامل هي هذيك ما صابصو، وخاصو يسخنسو، سخنيس انا وزيد واحد شويه البارود في كيكون ما بين الكورونا والبزبوز، كيعمر عليه كيركب ليه حبه، ينزل القرص يقول لي الله يجيب تيسير. هذه هي العمليه برمتها. كتكون اخطاء مناش من التعمار، خاصو يكون عارف المكحله، هذه مليحه عارفه، على سبيل المثال نعطيك هذه معروفه جعبه مليحه. كيعطيها حقها ديال البارود. هذه جعبه قديمه شويه كيتكيس عليها في البارود. هذه جعبه مليحه كيعطيها حقها، خصو يكون هو اكسبير باش يعطي ذاك القدر الجرامات اللي كاينين في المكحله. ما تأذي ركاب ما تأذي اللي حداه. هادو دابا راه كيهزو، كاين المكحله اللي كتهز حتى الشبر ديال البارود وماشي مشكل. وكاين المكحله اللي عطيتها ثلاثه الصبعة طردقه. على حساب النوعيه والجعبه، الجعبه. لان هذه الماكينه هذه لا علاقه لها بالبارود، هذه لا علاقه لها بالبارود، هذه خدمتها كطردق الحبه فقط. البارود من هنا من الكورونا والفوق، هذا هو البارود. هذه ما عندنا غرض فيها، تكون كيما كانت، هذه كطردق الحبه. كينزل هذا كنسميه الدراع، هذا الزناد، هذا الحاضي اللي كاين، هذا الكورونا وغاديه بحال هكا. مرة بارود ياك وين فيها حقه ديال البارود، بارك الله فيك. ها هو غادي يعطيك اتمام العمليه ديال التعمار. ها شو واش غادي يدير ذكر كي ها هو غادي يكمل معاك الحوار، باش يهود البارود الكورونا وتحت ينزلها بالقضيب القمقم شي راه كيفتلو باش البارود يضيع فيه البزبوز الثاني. شنو كنسميو التنزال ولا التزاز؟ بارك الله عليكم، بارك الله على تربة جمعية الشباب والأضحية. ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيفما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.